السلام عليكم. كيف تشوف لي فيديو لي دازو كو اكسريتهم كانوا موجهين لصحاب سيزيام وبالخصوص في الفرنسي على حساب الجهوي، وجمعنا طلبات باش نديرو دي فيديو حتى لصحاب الباك. هاد الفيديو ان شاء الله غادي يكون اول فيديو اللي موجه ليهم، واللي غادي نشرحو فيه كيفاش نكتبو اغود باراغراف. نبداو على بركه الله. حاجه خصنا نعرفو هي شنو هي الباراغراف. A paragraph is a group of sentences about one main idea. It can be short or long, depending on whether the topic or idea you have been covering has been fully explored in that paragraph. يعني الباراغراف هي مجموعة الجمل اللي مترابطة بيناتها وكتركز على one main idea، يعني فكرة رئيسية واحدة. هاد الباراغراف تقدر تكون طويلة كما تقدر تكون قصيرة على حسب شنو طالب منكم في العدد السطور اللي تكتبوه وعلى حسب الافكار اللي عندكم. ودابا ندوزو لستركتور ديال الباراغراف. اول حاجه عندنا هي توبيك سنتنس اللي كتكون فيها ديك المين ايديا، يعني الفكره الاساسيه اللي غادي نخدمو عليها. من بعد كاين سيبورتين سنتنسز اللي كان ديتاي فيهم توبيك سنتنس، بمعنى اخر كنتوسعو فيها من خلال دي زارغيمون، يعني الحجج اللي غادي نشرحو ونوضحو بهم كو ديك المين ايديا راها صحيحة. ونستعملو دي زيكزامبل كوزز افكتس، يعني الاسباب والنتائج. اخر حاجة هي الكونكلودين ستيتمنت وير وي ريتريت اور ساند اند ذا مين ايديا اوف ذا باراجراف، يعني نوليو نعاودو الفكرة الرئيسية مرة اخرى، مي دابا غادي نبدلو الكلمات ولكن نخص المعنى يبقى نفسه. دابا ندوزو ليكزامبل. ليكزامبل كيقول لنا write about one problem that irks you in your concluding statement give a recommendation on how the problem can be dealt، يعني نهضرو على مشكلة واحدة اللي كتعص في الكونكلودين ستيتمنت، نقولو كيفاش نقدرو نحلو هاد المشكل هذا. نبداو على بركة الله. Something that makes my blood boil is people who gossip about you. يعني الحاجة اللي كتخلي دمي كيغلي هي الناس اللي فيهم النميمة. وهذه هي topic sentence. Why these people think it's acceptable to discuss another's information with others is a mystery to me. زعما كيفاش هاد الناس كيظنوا بلي حاجة عادية انهم يهضروا في وحدين اخر. Time I told a friend about a problem I was having in the a few days later people were asking me if I was okay and giving me advice. واحد النهار كنت عاودت لواحد صاحبي على واحد المشكل كان عندي، ومن بعد شي ايام الناس بداو كيسولوني كيف داير وبداو كيعطيوني النصائح. Made me very upset because firstly I discovered that my confidence had told me and betrayed my trust, and secondly I was annoyed that other people started meddling in my affairs. خلاني نتعصب بزاف حيت اول حاجة انا اكتشفت بلي صاحبي يهضر فيا وخان الثقة اللي كنت داير فيه، وثاني حاجة اللي عصبتني هي الناس اللي بداو يدخلوا في المشاكل ديالي. In short, people who enjoy gossiping about you in your absence drive me crazy and I recommend that you should never disclose too much of your personal problems to anyone unless they are absolutely capable of holding their tongue. اختصار الناس اللي كيرتاحوا في النميمة وكيعجبهم الحال كيكرهوني، ولهذا كنوصي الناس باش عمرهم يعودوا على مشاكلهم الشخصية لأي واحد شافوه ما قادرش يبقى ساكت، زعما ما يعاودوش لشي واحد فيه النميمة. وبهذا كنكونو سالينا الفيديو، ونتمنى تكونوا استفدتوا and good luck.